يقولوا من أراد الرزق، اسمعوها اللي ما عم لاقين شغل، اللي ما معهم مصاري، قال من أراد الرزق فليعش مع الله اليتم. شو؟ من أراد الرزق فليعش مع الله اليتم، كون يتيم بين يديه، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. والله أنا بستغرب مين معه قرآن، عنده قرآن وأكل هم، أقسم بالله العظيم بستغرب، عندك قرآن تقرأ قرآن؟ نحن مو بنقرأ قرآن، ليش زعلان؟ شوف الآيات ما أوضحها، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، أغنى هو المغني، فأما اليتيم فلا تقهر. وأما شوف الآية شلون عقبت، وجدك يتيما فآوى، بمعنى شوفوا يا اللي معهم مصاري، اللي معهم مصاري يسمعوني، واللي معهم علم يسمعوني، اللي عندهم رزق يسمعوني، مالي مادي أدبي معنوي. شوف القرآن ماذا يقول، ألم يجدك يتيما فآوى. الله في هذه الآيات يقول لك أحسن إليك فأحسن، فذكر إحسانا للنبي وإحسانا أمر به النبي من أجل أن يقابل الإحسان بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ألم يجدك يتيما فآوى ضالا فهدى عائلا فأغنى، هذول ثلاث عطاءات. أما اليتيم فلا تقهر، ليش؟ لأنه لما كنت يتيم أعطيتك فآوى اليتيم، أما السائل فلا تنهر، أما بنعمة ربك فأحدث. مفاد الآيات يا محمد عامل الناس كما عملتك. الله أكبر على هذه الآية، الله أكبر، عامل الناس كما تحب أن تعامل، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. شايفين جمالية القرآن؟ ما بدنا نقرأ القرآن يا أخوان نقلب صفحات، يكون هم أحدهم آخر الآية كما قال الصحابة الكرام رضي الله عنهم، آخر بس يخلص آخر ختمة وبلش ختمه، خلص ختمة، اسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمك. طب